بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، حبيب قلوبنا ومولانا صاحب الفرج المبين الإمام محمد بن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، عوائل الشهداء والأسرى والجرحى والمطاردين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الصامدون الصابرون، الثائرون المرابطون في الساحات، يا حسيني المنهج، يا زينبيات الروح، يا أصحاب العطاء غير المحدود، نقف إجلالا لثباتكم ونصرتكم للحق وإزهاقكم للباطل ومواجهتكم للظلم بروح تضحوية فدائية غير آبهين بعجرفة الظالم وعن جهيته. إننا نقدم على مرحلة جديدة صارمة ستدك عروش الظالم وتسقطه في الهاوية بإذن الله، مرحلة تقتضي التمسك بوحدتنا وعزتنا وكرامتنا، وتستلزم السير على النهج الزينبي العلوي المحمدي الذي هو خير صراط للقضاء على الطغيان النمرودي. من النبي العظيم نستخلص الدروس والعبر، نبينا الذي حارب الكفر بكل أشكاله متمسكا بوحدة المسلمين تحت ظل الرحمة والأخوة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، إن توحيد صفوفنا ورصها والاتحاد ضد الظالم والتعاون على محاربته والوقوف بوجه المجرم بكل صرامة وصبر وأن نكون على ثقة بأن الله معنا هي مقومات النصر الأكيد، فنحن مدينون لدم الشهداء الذي ارتفع